الله يوفقك يا بابا، لا تزوجني لرجب، بوس إيدك لا تعمل فيني هيك. صار لازم تتزوجي يا بنت، بكفي حكي العالم علينا. هذا كله افتراء، هذا كله خطة من أخي بكر. أنا ماني قطعة منك، أنا بنتك الوحيدة، لا تعمل فيني هيك. بترجاك اللي ليش مانك عم تصدق حكي؟ هذا بكر وأمه كمان من لما أجوا ما حبوني، هن ما بدهم ياني بهالبيت. شو هالحكي هاد؟ فوق ما عم بيحكوا عليك الناس، صايرة كذابة كمان ما بتستحي؟ بابا بوس إيدك، الله يوفقك، لا تزوجني لرجال ما بدي إياه، خليني شوي عندك. ليش ناطرة حدا يتقدم لك؟ يعني كل مشكلتك إنه ما بدك رجب؟ لا رجب ولا أي حدا تاني بابا، انطور علي شوي. الضيعة كلها عم تحكي عليكي، رجال ونسوان الضيعة كلهم عم يحكوا عليكي، كيف بدي انطر؟ أقسم بالله العظيم إنه بوعدك ما عاد أطلع برات هالبيت، بس هالمرة سامحني وعطيني فرصة بابا. أقسم بالله ما رح خليك تزعل مرة تانية، وما رح خلي حدا من الضيعة يشوف وشي. ممنوع تطلعي من البيت بدون إذني من اليوم ورايح. شو عم تحكي يا رجال؟ المسا جايين الخطابة. بعتي لهم خبر ما يجوا لعنا، أنا ما عندي بنات للخطبة. يا ربي الحمد لله أنك ساعدتني. شبيك أمي؟ شو طالع لك جني؟ ليش صافني هيك؟ روح وصل خبر لرجب، لا تخليه يتحمس، أبوك تراجع عن زواج أختك. كيف يعني تراجع؟ إيه بطل يعطي. وأخيراً قبلوا أنهم يعطوك بديعة، إن شاء الله ألف مبروك. تسلموا تسلموا، شكراً، عقبالكم. يا رستم الشاي على حسابي بيوم عرسي، بتوزع الشاي للكل. تمام يا معلم. كلكم معزومين على عرسي. شكرا يا كبير. يا رستم كل الشاي والقهوة على حسابي لحتى يصير يوم عرسي، ماشي؟ الله يخلي لنا ياك. فهمت علي؟ ولا يهمك، عن إذنكم. الله معك. والله كتير صعبة شغلتك يا بكر. ليك يا بكر، الخوف ما رح يفيدك أبدا، روح لعند رجب هلأ وقل له أبوك تراجع. قديش سهلة، عم تحكوا معي وكأنكم ما بتعرفوا لرجب. هذا ما عنده مشكلة يقتلني ويكب جسدي للكلاب، بتعرفوا. صح، شو بدك تساوي مثلا؟ يعني إذا أجوا وراحوا أحسن؟ وقت عن جد بيقتلك. إيه معك حق، بس عتمت الدنيا شوي رح روح لعنده، ما بيكون بالبيت بالنهار. شو في بكر؟ شو جابك هلأ؟ لازم نحن نجي، شكلك نسيان إنه اليوم موعدنا. تعال معي لازم نحكي شوي. شو في يا بكر؟ ما بعرف، كتير خجلان منك. بابا تراجعي زوجك بديعة، قال ما عاد بده. شو عم تحكي يا حقير؟ عزمت الضيعة كلها، شو عم تحكي؟ بدك تخجلني؟ ترضاها؟ شكلك مو عرفان شو عم تحكي، مو وقت مزحك هلأ أو لا. شبك عم تحط الحق كله علي؟ شو عرفني إنه بابا رح يتراجع؟ هو كان بده وتراجع، أنا كنت واسطة وبس. اللي شو بدك لساوي لك يا؟ شو عم تعمل يا أخي؟ مشان الله تركني، أنا بشو غلطت معك؟ كل شي صار بسببك، أنا أخذت منك كلمة رجال، مفكرني رح أسكت لك أنا؟ رجب شبك أخي؟ حقير حقير، موت يا كذاب. خير، مين عم يدق؟ بكر بكر ابني 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 ابني، بعد عنه، ما تلمسه لابني، بعده مات بسببك يا حقيرة، روحي من وشي اخي يا ابني.
ابني 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفتوا انه مات بكر؟ خلص العزاء تبعه؟ ايه الى يومين خلصوا جنازته. طيب ما عرفتوا مين يلي قتله؟ لا نحن شو بيعرفنا يعني؟ ايه شو عرفنا نحن؟ كل شي منعرفه قتلوه وزدتوه قدام باب بيته. يلي بيقتل حدا فيه يقتل غيره، مو صح حكي؟ أنا عم أقول بلكي هالرجال من برا الضيعة، ها؟ إيه بصير كمان، لأنه ما في حدا من ضيعتنا بيساوي هيك شي. إيه، إجيت لأسألكن عن هالقصة، قلت خلينا نشوف قرايبينه للرجال لنشوف شو عم بيفكروا. يلا، العمر إلكن. تعيش. قديشك واحد واطي، ابن كلب. كان الشباب يعرفون من هو المجرم ومن الذي ذبح بكر، لكنهم لا يستطيعون التكلم خوفاً على أرواحهم. أمي، سويت لك شوربة، ما بدك تاكلي؟ بنتي تركيني مع خالتك لحالنا. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.